مشاهدينا بنصبح لحضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه العامه للارصاد الجويه بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون خريفي مائل الحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل البروده، بالاضافه ان في شبوره مائيه ونشاط ملحوظ للرياح. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، اهلا بك. حابين نطمن من حضرتك عن احوال الطقس، خاصه ان في اختلاف ما بين درجات الحراره في اليوم عن التاني، يعني بترتفع درجتين وتنزل درجتين بعد كده تاني يوم، فبنبقى في تغير ملحوظ في درجات الحراره. هو بالفعل ده السمة الأساسية في فصل الخريف، التقلبات الجوية الحادة والسريعة والتباين في درجات الحرارة من يوم للتاني، ويمكن كمان التباين من فترة للتانية، يعني فترة اللي في اليوم الواحد بيحصل تباين في درجات الحرارة. احنا اليوم طبعا في ارتفاع في درجات الحرارة، هو ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مع استمرار طبعا الاستقرار في الأحوال الجوية، لأن احنا بنتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا هيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، وكمان كمان هيؤدي لصفاء الاجواء، يعني مفيش اي فرص لسقوط الامطار على اي منطقه من مناطق الجمهوريه، بالاضافه كمان معظم مصادر الكتل الهوائيه قادمه من على الصحراء، فهتؤدي للارتفاع الطفيف في درجات الحراره، العظمى على القاهره الكبرى هتوصل ل 26 درجه مئويه، يعني اجواء مائله للحراره على اغلب مناطق الجمهوريه خلال فترات النهار، لكن خلال فترات الليل فور غياب اشعه الشمس هنبدا نحس بالانخفاض الملحوظ في درجات الحراره، خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر، اجواء مائله للبروده على كافه انحاء الجمهوريه. بالاضافه كمان نتيجه الاستقرار في الاحوال الجويه، الظاهره الجويه اللي بتكون مؤثره معانا هي وجود الشبوره المائيه اللي بتظهر في صحيح. الصباح الباكر الرطوبه كمان كانت مرتفعه قوي في الساعات الاولى من الصباح النهارده. بالفعل مع التبريد وهدوء سرعات الرياح بيحصل تكون للشبوره المائيه اللي بتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. مع التكون الشبوره المائيه بيكون في الساعات المتاخره من الليل، يعني تقريبا الساعه 3 4 الفجر، وبتستمر حتى سطوع اشعه الشمس، مع اشعه الشمس بتبدا الشبوره المائيه في التلاشي. متوقع طبعا استمرار ارتفاع درجات الحراره وتكون الشبوره المائيه لمنتصف الاسبوع ان شاء الله، مع يوم الاثنين هتكون ذروه الارتفاعات توصل العظمى على القاهره الكبرى ل 27 درجه مئويه، ان شاء الله مع يوم الثلاث وباقي ايام الاسبوع انخفاض طفيف في درجات الحراره. امتى بقى الجو هينخفض درجات الحراره فيه؟ لان الناس كتير بتسالنا دايما. هو مع نهايات الاسبوع هيكون في انخفاض طفيف، درجات الحراره هتعود حول المعدلات، لكن الاجواء اللي الناس بتسال عليها الاجواء الشتويه والانخفاض الملحوظ في درجات الحراره ده هيكون مع شهر 12 ان شاء الله، مع اقتراب فصل الشتاء المتوقع يبدا 21 ديسمبر ان شاء الله. طيب بحديثنا يمكن عن الحالات او الظواهر الجويه بالنسبه لحاله البحرين الابيض والمتوسط، ارتفاع الامواج. هو طبعا في هدوء في سرعات الرياح في اغلب المناطق الموجوده في الجمهوريه، وخاصه على البحرين الاحمر والمتوسط، فده بالتالي هيؤدي لاعتدال حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط. ارتفاع الامواج لا يتجاوز ال 2 متر، يعني ما بين الواحد لواحد ونص متر على البحر الاحمر والمتوسط، مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه. فقط مع ساعات المساء هنحس بنشاط رياح على بعض المناطق من القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، هيساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة فترات المساء وساعات الليل. تمام، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غاني عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك. دلوقتي تعالوا نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة والعظمى 26 والصغرى 16، العاصمة الإدارية 26-16، الإسكندرية 26-17، العلمين الجديدة 25-15، مطروح 27-16، دمياط 24-15، بورسعيد 25-18، الإسماعيلية 27-16، السويس 26-15، العريش 24-14، كاترين 18-8، طابة 25-15، حلايب 23-19، شلاتين 27-21، شرم الشيخ 27-22، الغردقة 26-21، الفيوم 26-14، بني سويف 26-13، الوادي الجديد 26-12، أسيوط 27-13، سوهاج 27-14، قنا 27-16،
الأقصر 28/15 وأخيرا أسوان 29/17. حاولنا نطمن حضراتكم على حالة الجو، لكن في اختلاف ملحوظ في درجات الحرارة، ده ممكن يعرضنا لأدوار البرد، يجب توخي الحذر ولبس الملابس الثقيلة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح لأولادنا اللي رايحين المدارس. هرجع مرة تانية لأحمد وجمانة علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا.